السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رجعنا لكم مرة تانية مع وصفة تانية وعشبة تانية. عشبة النهاردة كلنا بنشوفها في محلات العطارة، بس ما نعرفش هي ايه او بتستخدم في ايه. عشبة النهاردة هي عشبة الخيار شمبر او ثمار الخيار شمبر. بتفيد في ايه العشبة دي؟ بتفيد انها ملين طبيعي، وبتساعد في حالات الامساك والامساك المزمن بامان وبدون اي مشاكل. هل هي بتعالج الامساك بس؟ لا، ده هي غنيه كمان بالفيتامينات والمعادن والحديد، يعني بتعالج الانيميا وفقر الدم. بتستخدم ازاي العشبه دي؟ بنجيب العشبه ونطحنها في الخلاط او في الهون او في الكبه، وبناخد منها معلقه صغيره في كاسه فاضيه، ونصب عليها الميه المغليه ونخليها 5 دقائق متغطيه، وبعدين نشربها بعد الاكل بنص ساعه. جربوا الوصفه وادعوا لنا، وما تنسوش اللايك والشير، وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم. اي استفسار، كان معكم ابو هبه العطار، والسلام عليكم.